مش مهندس، تعرف المعادلة الخاصة بيه، القوة الدافعة الكهربية المستحثة اللحظية في ملف الدينامو؟ الاي ام اف اعرفها. الاي ام اف في حالة ملف الدينامو بتساوي نبوي ساين سيتا. ايه نبوي دي؟ نبوي ان بي اي دبليو، هي اوميجا بس انا هقول عليها دبليو ساين سيتا عشان احفظها، نبوي ساين سيتا. طب ايه الاي ام اف دي بتعتمد على ايه؟ ما بقول لك نبوي، الان عدد لفات الوجه الخاصه بالملف، البي كثافه الفيض، الاي مساحه مقطع الوجه اللي انا بدرس عليه، الاوميجا خلي بالك دي بنسميها السرعه الزاويه، والاوميجا دي مهمه جدا، اوميجا بتساوي 2 باي اف. يعني ايه اف؟ اف اللي هو التردد. طب ايه وحده قياس الاوميجا؟ دي بتقاس بوحده بنسميها الراديان بير سكند، راديان على سكند. السيتا الزاويه المحصوره بين، خلي بالك، مستوى الملف والعمود على اتجاه خطوط الفيض. يبقى القوه الدافعه الكهربيه المستحثه في ملف الدينامو، في ملف الدينامو اي ام اف بتساوي نبوي ساين سيتا، الان عدد اللفات، البي كثافه الفيض، الاي مساحه مقطع الوجه، الاوميجا اللي هي السرعه الزاويه بتساوي 2 باي اف، يعني هتساوي علاقه بينها وبين التردد اللي هو الفريكوانسي.